اعتبر بالسنة. Président de la commission des affaires étrangères au Sénat. معكم رضوان عبيد رئيس مجموعة عبيد أبقى الله في القرى. اليوم لنا الشرف كنت واجدوا في إسبانيا مع القنصلية العامة ديال إسبانيا في إطار الاحتفالات بمناسبة عيد العرش. كنتمنوا العيد هذا يدوز بخير على سيدنا الله ينصرو ولا جميع المغاربة. والحمد لله كان واحد الحفل واحد الاحتفال اللي زوين، ومع ذلك كان بالتنسيق مع القنصليه العامه شاركت المجموعه في واحد المهرجان للعوده ديال المغرب لافريقيا. كان دازت هو في اسبانيا، فالحمد لله كان تجاوب زوين مع الناس ديال اسبانيا ومع الجاليه المغربيه اللي كنعطيو تحيه من هذا المنبر هذا ديال بلاصه اللي كنقول لها تبارك الله عليك، وكنتمنى لك التوفيق في المسيره ديالك. هذا نهار كبير عندنا فرحانين فيه، لان كنحييو داكشي ديال بلادنا والتقاليد ديال بلادنا، والفضل كيرجع للسي البار الله يخليه لينا. وهذه المناسبه كنحييو صاحب الجلاله وكنتمنى له المزيد من العمر. الرحمن الرحيم. كيشرفني كواحده من افراد الجاليه المغربيه المقيمه باسبانيا وبالطبع الجزيره الخضراء نحتفل مع القنصليه المغربيه بمناسبه عيد العرش وتربع صاحب جلالة لسنة 18 على عيد العرش. وبهذه المناسبة الكريمة كنتمنى له الصحة والسلامة ويعم على المغرب السلم والسلام إن شاء الله. تحتفل القنصليه العامه كسائر القنصليات المغربيه بالعالم بالذكرى 18 لتربع صاحب جلالة نصره الله وإياده على عرش اسلافهم لاسلافهم من العامين. وبهذه المناسبه قدمنا حفلا الذي شارك معنا فيها السلطات المحليه بكاديس و ملقا بتقييم كاديس وملقا بحضور عدد كبير من عملاء المدن التابعين لنفوذ هذه القنصليه، وكذا الاطر الاداريه والاطر المحليه. كما يحضر هذا الحفل اعضاء الجاليه المغربيه الذين يقدمون تهانيهم لصاحب جلاله مولانا صاحب جلاله ايده الله ونصره. وفي هذا الحفل البهيج الكل فرحان
ومسرور بهذه المناسبة السعيدة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.